تحت رعاية الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أقيمت المحاضرة التوعوية بسرطان الثدي بتنظيم من قبل إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. نعم، وأقيمت هذه المحاضرة والتي قدمها الدكتور عبد الرحمن فخرو رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان، أقيمت بحضور اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، وسعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وعدد من الأطباء والممرضات في وزارة الصحة. وأقيمت المحاضرة بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين إلى جانب بلدان دول العالم بشهر التوعية بسرطان الثدي، حيث تم تسليط الضوء على واحد من أكثر الموضوعات الصحية التي يجب الاهتمام بها والتركيز عليها وتسخير الإمكانات في سبيل التشجيع على الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الروتينية والدورية لمختلف الفئات العمرية، بما يساهم في السيطرة على المرض والتقليل من مضاعفاته للوصول إلى الشفاء التام. وتندرج الفعالية ضمن البرامج والخطط التي تتبناها وزارة الصحة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة الرامية إلى تكثيف سبل الوقاية الممكنة من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى الحد من انتشار مرض سرطان الثدي في المملكة. عن سرطان الثدي هو إحدى السرطانات اللي كان لها النصيب الأعلى في الإصابات ما بين النساء، وحرصت مملكة البحرين على خفض هذه الإصابات من خلال الكشف المبكر وتقديم أفضل خدمات علاجية لتعزيز وتحسين جودة الحياة للمصابات بهذا النوع من السرطانات. فرأينا طبعا إصدار وإنشاء اللجنة الوطنية للأمراض غير السارية كان أحد الدعامات، بالإضافة إلى توفير خدمات كشف مبكر موزعة في مختلف المراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية وغير الحكومية، ومنها الماموغرام اللي يقوم يتم من خلاله عمل العديد من التشخيصات اللي يتم تأكيدها من خلال الخزعات أو من خلال الجراحات. عندنا خطة طموحة بحيث ان احنا نحاول نوعي المرأة ونوعي المجتمع البحريني بأهمية الفحص الدوري للمرأة، وعندنا في المستشفى الملك حمد عندنا خطة متكاملة بالنسبة حق سرطان الثدي، لان نعتبره من السرطانات يعني اللي لازم الواحد يكافحها في البداية، لان النتائج اذا اكتشفنا الورم في بدايته تكون النتيجة تقريباً 95% شفاء تام. كنا نشجع النساء على عمل الفحص المبكر للثدي، نشجعهم على أنهم يفحصون صدرهم، نشجعهم أنهم لا يخافون من المرض. حتى لما سوينا الحملة التوعوية اللي احنا نسميها الكشف المبكر عن أمراض الثدي، تجنبنا كلمة سرطان.